ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. نعرف النهاردة حقيقة المفاجأة اللي اتكلمت فيها آية احلى، وده هيكون حصري معانا. كمان هنعرف صدمة حجوجة في الزوجة الرابعة وتوقعاتنا للحلقة 16، وهيحصل فيها مفاجآت لكل الفانز. وهنشوف الفيرست لوك لآية احلى في خطوبتها، والاول مرة ندى جلجل تضربها. وهنرد على اهم سؤال لكل الفانز، فين عيد ميلاد بيبي أصالة؟ وأخيرا التحديات هتكون امتى؟ بجد خبر هيفرحكوا قوي. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بحجوجة والزوجة الرابعة، وزي ما قلنا لكم احنا مش هنقول الحلقة، لكن هنعلق على الأحداث ونقول لكم على المفاجآت الجاية. بس في الاول هنفكركم سريعا بالحلقة اللي فاتت، وهي حجوجة كشف سر سلمى وعرف ان غزل مش بنته. عيلوا بقى لحلقة النهاردة، وتوقعاتنا يا جماعة طلعت صح، وهي ان الحلقة كلها دراما وحزن. المفروض ان ام امنية فاكرة ان حجوجة في اوضتها، لكن هو كان في اوضة سلمى. حجوجة خرج من الأوضة وكان حزين جدا، واحنا توقعنا انه هيبقى حزين ومش عاوز يتكلم. حجوجة سلم على سلمى بزعل وقال لغزل تعالي. احنا حرفيا يا جماعة في اللحظة دي عيطنا قوي، قد ايه صعب جدا انه يلاقي بنته غزل مش بنته ومراته بتكذب عليه. وهنا حجوجة كان لازم ياخد قرار ويعرف ولاده كلهم هم ولاده فعلا ولا لا. عشان كده حجوجة هياخد ولاده كلهم ويعمل لهم تحاليل عشان يعرف هم ولاده فعلا ولا لا. تعالوا بقى للضراير، وهتضحكوا على ام امنية. هي كانت زعلانة قوي بعد ما قعدت تغيظ في ضرايرها وتقول لهم ان اليوم ده بتاعها، وشمتت ندوشة فيها وعنيكي آية هي السبب. هنرجع تاني لحجوجة والاولاد قلقانين قوي، احنا رايحين فين يا بابا؟ طبعا بعد 15 يوم ليه؟ عشان تكون نتيجة التحاليل ظهرت. هنا مراتات حجوجة بيسألوا بعض اللي حصل في الحج، وكالعادة آية احلى وندوشة بي يتخانقوا لحد ما وصلوا ان الحاج تلاقيه معمول له عمل. ما يعرفوش يا عيني ان الحاج في مصيبة كبيرة. المهم نتيجة التحاليل زي ما توقعنا ان غزل مش بنته، لكن باقي الولاد كلهم ولاده. يا عيني كان تايه في الشارع ومش عارف يعمل ايه، يطلق سلمى وبنته تعرف انه مش ابوها ولا ايه. هنا كان بيفتكر يوم ما سلمى عرف انها حامل، وكمان افتكر لحظاته مع بنته غزل. فيا جاب لنا اكتئاب. الحلقه النهارده كلها عياط. المشهد الاخير مع حجوجه، اتصل بسلمى وقال لها تنزل له غزل عشان يتكلم معاها لوحده. صراحة يا جماعة اتوقعنا انه ما يقول لهاش، لكن هو قال لها انا مش ابوكي. وهي دي الصدمة الكبيرة اللي كانت فيها غزل. تعالوا بقى للتوقعات اللي كل الفانز بيستناها. بنتوقع ان حجوجة يقول لغزل ان انا كنت بهزر معاكي، ويحس قد ايه ان دي بنته حتى لو هي مش بنته من صلبه، لكن هو اللي رباها. والمفروض ان مش هي اللي تتعاقب، اللي تتعاقب هي سلمى والراجل اللي كانت عايشة معاه. وتفتكروا حجوجة هيدور على ابو غزل الحقيقي ولا لا؟ كمان هيحاول يعرف ايه الحكاية. لكن المفروض انه مش هيطلق سلمى دلوقتي، لان خلاص هي فاضلها طلقة واحدة. انتوا كمان شاركونا في التعليقات وقولوا لنا ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية مع حجوجة والزوجة الرابعة. ودلوقتي تعالوا نروح لأسكا حصري مع ندى جلجل وكل الفانز اللي بيسألوا عن عيد ميلاد بيبي أصالة. نحب نقول لهم يا جماعة عيد ميلاد أصالة اتصور، لكن مستر أحمد بيعمل عليه المونتاج وهيعرضه قريب جدا. كمان ندى جلجل قالت خبر حصري عن رجوع التحديات، وأخيرا هي قربت جدا وغالبا هتكون بعد الزوجة الرابعة. ودلوقتي تعالوا نروح للمفاجأة، وآية أحلى نبهت على مفاجأة امبارح. فانز كتير طلبوا يعرفوا ايه هي المفاجأة، والحقيقة آية أحلى قالت ان أمنية القوة والأسطورة في المفاجأة دي. المفروض يا جماعة ان في مفاجآت جاية كتير مع العيلة الأيام الجاية، لكن التوقع الأكبر للمفاجأة دي هو كليب للأسطورة. ليه أغنية ظهرت أكتر من مرة في الفيديوهات وسألوا عنها الفانز، وقلنا لكم إنها لسه ما نزلتش على اليوتيوب.
عاوزين كل الفانز يتوقع معانا، هل المفاجأة كليب جديد للأسطورة وآية وأمنية ولا سفر حد من العيلة؟ شاركونا في الكومنتات. ودلوقتي وأخيرا تعالوا نروح للفيرست لوك لآية أحلى والتلات بنات إخوات. هنفكركم سريعا بالحلقة اللي فاتت وهي إن الأسطورة راح هو وأخته فرنسا عشان يخطبوا آية. تعالوا بقى لمفاجأة النهاردة، الأسطورة عرف أمنية إنه بيغني وأمنية قالت له صوتك حلو قوي بس شكلها كانت بتتريق، وطلب غريب من أمنية القوة بلاش يا آية صوت عالي من الأغاني عشان أختي جلجل. ودلوقتي تعالوا نشوف الفيرست لوك لآية أحلى وأحلى لفة من الأسطورة وهو شايلها، بجد قمة في الرومانسية. بقى للضحك كله، قلنا لكم ان آية احلى هتتصدم اول ما تشوف فرنسا، اول ما شافتها اتخضت جدا وافتكرتها مرات البواب. والغريب يا جماعة انها كل ده مش واخدة بالها انه مش غني، بس ازاي ده متقدم لها بخاتم الماظ. تعالوا بقى نروح لفزولة وهي عيني لسه تعبانة وبطنها بتوجعها. وفي الاخير هنروح لآية احلى وهي بتغيظ اختها جلجل بالخاتم الالماظ اللي جابهولها الاسطورة. يا عيني آية بهدلت ندى على الاخر وقالت لها انتي غيرانة مني وبتحسديني وكمان عاوزاها تلبس بالعافية عشان تقابل عريسها. ندى رفضت وضربتها، والاول مرة يا جماعة جلجل تضرب آية. بجد كان لازم تدافع عن نفسها لاننا كمان كنا زعلانين عليها قوي. آية اتضايقت قوي منها وعصبت وقالت لها بس ليلتي تخلص وهجيبك من شعرك. تعالوا نروح لفقرة التوقعات وهي آية أحلى تضرب جلجل تاني لكن فرنسا هتتدخل. وبرضو يا جماعة الأسطورة محدش يتوقعه، هنشوف مفاجآت كتيرة مع كل العيلة. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو عاوزين كل الفانز يتوقعوا هيحصل ايه في الثلاث بنات الحلقة الجاية، والتوقع الصحيح هيظهر معانا الفيديو الجاي. شوفوا الفيديو كله وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان تشوفوا احلى فانز برنس مصر. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة. We'll be right back.